مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. ويجز يتصدر الترند، سيول السعوديه، فيروس جديد في امريكا، ازمه اكس في البرازيل. اتصدرت حفلة ويجز في ختام مهرجان العالمين الترند على كل منصات السوشيال ميديا، وده بعد ما شهدت الحفلة الكثير من المفاجآت، واللي كان من ضمنها استقبال البطل أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في رياضة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس. ويجز كمان فاجئ الجمهور خلال الحفلة بأنه غنى أغنيتين جداد من ألبومه، واللي هم المفروض ينزلوا خلال الأسابيع اللي جاية. وكان من أكتر اللقطات اللي اتصدرت الترند من الحفلة لحظة دخول ويجز للمسرح وهو لابس الشال الفلسطيني. انتشر على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت عدد كبير من الفيديوهات للسيول اللي ضربت المدينة المنورة، والفيديوهات كانت مرعبة، وخصوصا أنها بتوضح حجم الدمار الكبير جدا اللي تعرضت له عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية. وغير أن السيول اتسببت في غرق السيارات والشوارع والبيوت لدرجة أن المياه كسرت الزجاج ودخلت البيوت من قوتها. وفي كمان مشاهد تانية للسيول وهي بتغرق العربيات وكل شيء بيقف في طريقها. قادر فيروس أوروبوش أنه يتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي عن إصابة ما يقرب من 21 شخص في الولايات المتحدة بالمرض أثناء سفرهم خارج الولايات المتحدة في الصيف، وده بالإضافة لأنه تم تسجيل أكثر من 8000 حالة حوالين العالم في شهر أغسطس بس. وبحسب التقارير الصادرة، المرض ده بيتنقل عن طريق لدغات البعوض، وبيسبب مرض بيسمى حمى الكسلان. وتم اكتشاف المرض ده لأول مرة في سنة 1955، وبالرغم من أنه المرض ده مرتبط بحيوان الكسلان إلا أنه مش بيتنقل عن طريقه، ولكن بيتنقل عن طريق لدغات البعوض بس. وبيتسبب المرض في الحمى والقيء والصداع والطفح الجلدي وغيرها من الأمراض. المشكلة الحقيقية في المرض ده أنه حتى الآن ملهوش أي لقاح. أزمة جديدة بتشعل السوشيال ميديا بطلها إيلون ماسك ومنصة إكس، وده بعد ما أصدر أمر من قاضي المحكمة العليا في البرازيل بحظر عمل منصة إكس اللي هي طبعا تويتر سابقا، وده بعد ما رفض إيلون ماسك تعيين ممثل قانوني ليه في البرازيل. قرار المحكمة جه بعد شهور من الاتهامات المتبادلة بين إيلون ماسك ورئيس البرازيل، فشفنا إيلون ماسك بيتهم البرازيل بالتضييق على الحريات العامة في الوقت اتهمت فيه البرازيل إيلون ماسك ومنصة إكس بدعم اليمين المتطرف ونشر كمان معلومات مضللة. وده اللي خلى إيلون ماسك يطلع ويقول إن هم متوقعين إغلاق المنصة في البرازيل، لأن هم مش موافقين على طلبات الحكومة البرازيلية بمراقبة حسابات بعض السياسيين. وطبعا الموضوع ما وقفش لحد هنا، لأنه ببساطة المحكمة العليا بعد قرار الحظر أصدرت قرار تاني بتوقيع غرامة قدرها 50,000 ريال برازيلي يوميا على أي حد هيخالف القرار ده وهيستخدم المنصة عن طريق الـ VPN. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز أوف ذا ويك. من أيام قليلة خرجت منظمة الصحة العالمية بتحذيرات كبيرة جدا، وده بسبب ثلاث أنواع من حقن السكر المشهورة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بدأت تغزو كل أسواق العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، منهم طبعا حقنة المونجارو. والفكرة هنا أنه تحذيرات منظمة الصحة العالمية ما كانتش بسبب أنه هل الحقنة دي ليها أثار جانبية ولا لا، ولكن التحذيرات دي كانت لسبب أخطر بكتير، وهو أنه الثلاث أنواع دول منتشرين بشكل مخشوش في الأسواق بقالهم سنتين. بمعنى أصح، الحقن دي حقن مجهولة المصدر، وده على الرغم من أن في نوع معين منها بدأ يستخدم مؤخرا في أكتر من بلد بشكل كبير جدا، وبيتم الترويج ليها على أنها الحل السحري لأزمة السمنة. وده اللي يخلينا قدام سؤال مهم جدا، هل حقنة عقار المونجارو واللي بتباع في أمريكا وأوروبا وبدأت تدخل أسواق كتيرة قوي، إيه أثارها الجانبية على اللي بيستخدموها للتخسيس؟ والسؤال الأهم، إزاي نقدر نعرف أنه الحقن دي سليمة ومش مخشوشة زي ما منظمة الصحة العالمية حذرت؟ وهو ده اللي هنعرفه دلوقتي مع الدكتورة نيلي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. في البداية كنت عايزة أعرف من حضرتك طبعا قصة حقنة المونجارو اللي كل الناس دلوقتي بقت تستخدمها في التخسيس، إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل دلوقتي؟
حضرتك عارفة كويس قوي ان موضوع السمنة ده منتشر جدا، وصل لفوق 800 مليون شخص على مستوى العالم، فطبيعي كل يوم يظهر جديد كترند في موضوع التخسيس ده. تمام، من الحاجات اللي ظاهرة في القصة دي هو أدوية السكر، والموضوع ده بقاله فترة، انه أدوية السكر اللي بتتاخد لمرضى السكري واللي بتساعد على نزول وزنهم كمرضى سكر ممكن تؤدي كعرض جانبي الى الحساسية. فابتدوا يعني السوق بتاع الدايت يستخدم ادويه السكر دي على انها حاجه ينفع ان احنا نخس بيها. للاسف ده سوء استخدام خطير، لانه مش المفروض حد مش مريض سكري يستخدمها. الموضوع بقى تطور تطور الى ان وصلنا للمونجو. لو ببساطه كده هنقول المونجو دي عباره عن ايه؟ ده دواء من ادويه السكر، ادويه السكر المفروض بيستخدمها مريض السكر. الدكاتره بتوع السكري علشان السكر بتاع الجسم يتظبط. هي عباره عن مادتين بنسموهم انكريتنز، والمادتين دول ليهم تاثيرين في الجسم. التاثير الاولاني هو انه بيحفز الافراز بتاع الانسولين في الدم، وبالتالي بيظبط سكر الدم. والتاثير الثاني ان هو ليه تاثير جانبي او عرض جانبي للمعده، يعني بيبطئ الخروج بتاع الاكل من المعده. ومن هنا بقى ابتدى المونجارو اللي موجود في الاسواق كدواء سكر يستخدم كدواء مضاد للسمنة، لكن هو غير مصرح بيه جوه مصر ان هو دواء مضاد للسمنة. طيب طيب الأسوأ بقى اللي حصل في انه كثير من الناس جابوا مواد تشبه هذا الدواء وموجوده في عيادات كتير وبتتحقن بشكل غير قانوني عشان تدي التأثير، واحنا مش عارفين سلامة هذا الموضوع ومش عارفين تأثيره على صحة البشر عاملة ازاي. يعني يا دكتور دلوقتي الناس اللي بتاخد الحقنة دي وعايزين فقط ان هم يخسوا وهم مش مرضى سكر، احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل هو ده ليه اعراض هتبقى مش كويسة بسبب الحقنة دي بعدين ولا لا، صح كده؟ صح كده، لانه خلي بالك مش اي حد يقدر ياخد هذه الحقنة. المشكلة الكبيرة انه اللي ممكن شخص عنده استعداد انه يجيله التهاب في البنكرياس لو اخذ الحقنة دي ممكن يخش في بنكرياتايتس او التهاب حاد في البنكرياس ومنها الى العناية المركزة. المشكلة الثانية انه في ناس بيبقى عندها استعداد جيني وراثي انه يجيلهم حاجة اسمها كانسر او نوع من انواع السرطانات في الغدة الدرقية، ودول المفروض يتجنبوا تماما هذا الدواء. عشان كده هو اي دواء طبي لازم يتاخد تحت اشراف طبيب. يعني مثلا ادويه السكر دي ما ينفعش حد ياخدها الا لما دكتور السكر اللي بيعالجك هو اللي يكتبها لك، لان هو بيشوف اذا كنت حضرتك اليجبل او ينفع ان انت تاخد هذا الدواء ولا لا. وكذلك اي دواء طبي، فحتى الادويه المصرح بيها لعلاج السمنه لازم طبيب اللي يكتبها للحاله، لان مش كل الحالات مصرح ليها انها تاخد الادويه دي. طبعا ده لو هنتكلم كمان خلي بالك على الادويه الشرعيه اللي موجوده بشكل شرعي، عدت على ابحاث طبيه تقول ان هي امنه على صحه البشر. لكن الادويه اللي موجوده بشكل غير شرعي او غير قانوني في العيادات وبتحقن للحالات، والحالات للاسف الشديد بتبقى عارفه ده، احنا كمان مش ضامنين اصلا سلامتها على صحه البشر. طيب حضرتك كده بتحاولي برضو تقولي لنا ان اي نوع من اي حقن ظهرت حتى قبل المونجارو قبل كده الناس كانت بتستخدمها للتخسيس ان ده مش صح. طبعا احنا يعني حضرتك حابه ان انا اقول اسماء براندات موجوده. احنا عندنا في دواء كان منتشر جدا لدرجه ان هو يا عيني مرضى السكر ما بقوش لاقيينه في السوق من كتر ما هو استخدم بشكل غير يعني مصرح بيه. في دواء بقى تاني موجود اوريدي لعلاج مرضى السمنه بشكل قانوني ومصرح بيه من منظمه الغذاء والدواء ومصرح بيه من وزاره الصحه المصريه. الاستخدام ليه ما بقاش زي الاول من كتر ما الناس اتجهت الى المونجارو كدواء للتخسيس، يعني لان هم شايفين ان هو ممكن يكون تاثيره اقوى. والحته دي فيها مشكله جدا لموضوع الاثار الجانبيه، مشكله كبيره لو الاثار الجانبيه ظهرت على الناس دي وهي قاعده في بيوتها من غير اي اشراف طبي، ده ممكن يضر صحتها جدا. فانا بقول كطبيبه انه اي دواء طب حضرتك هتاخده لازم يبقى تحت اشراف الدكتور، ولو انت مش مريض سكر واخدت هذا الدواء ده ممكن يضر حضرتك. لان كمان يا دكتور عقار المونجارو ده يعني دوزز مش اي حد برضو يقدر ياخدها، حتى غير موضوع مرضى السكر او لا، هو كمان اللي احنا فهمناه ان هي دوزز، يعني كل حد على حسب وزنه على حسب حجمه وطوله وكده ما يقدرش ياخد جرعه معينه غير بعد ما بيرجع للدكتور طبعا. انه المفروض ان انت عشان تاخدي المونجارو او اي دواء من ادويه السكر اللي احنا بنتكلم عليها دي هي جرعات بتبقى تتابعيه من الجرعه الاقل فالاكثر. تمام؟ أوكي. وده علشان الاعراض الجانبيه بتاعته ساعات بتبقى قاسيه جدا على الناس، يعني هي تخص الجهاز الهضمي.
بالظبط. فالمشكله الكبيره بقى ان انا لما باخد الجرعه دي في مركز طبي او في عياده او في مركز علاج طبيعي، انا مش عارفه ومش متاكده انا باخد انهي كونسنتريشن او تركيز. وكثير من الناس على فكره لما اخذوا في العيادات تحت اسم مستعار طبعا هذا العقار، وبعدين ابتدوا يقولوا ان انا هجيبه بقى لو سافرت مثلا بره مصر او لقيته موجود هنا، للاسف هو موجود سوق سودا في مصر، لو لقيته هنا ابتدوا يلاقوا ان في فرق فظيع في التاثير ما بين الجرعه اللي هم كانوا بيتقال لهم ان هم بياخدوها وما بين الجرعه اللي هم اشتروها. يعني معنى الكلام ان الناس اللي هم بيدوا العقارات دي جوه المراكز ما بيقولوش صراحه الجرعه او التركيز عامل ازاي، والتركيز تدرجه مهم جدا جدا علشان الجهاز الهضمي ما يتضرش. طيب دكتور، نيجي للجزء الثاني من اللي احنا سألنا عليه في أول الفقرة. منظمة الصحة العالمية جم بعد كده وقالوا خدوا بالكم ده في حقن منهم مغشوشة. هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. مراكز كتيره جدا عامله دعايه جامده جدا ان احنا عندنا الحقن اللي بتظبط الشهيه او بتخلي الشهيه ما تشتغلش، صح كده؟ لا، ده هما المراكز بيقولوا دي إن الحقن أصلاً جايبه بتيجي الماده الفعاله لهذه الابره او الحقنه وبتبتدي تعملها دايلوشن او تخففها وتبدا تديها للناس عن طريق حقن تحت الجلد مره اسبوعيا في العياده، تمام كده؟ طب هل انا ضامنه الماده الفعاله دي امنه على صحتي ولا لا؟ لا انا مش ضامنه. هل انا اخترت صح الحاله اللي ينفع تاخد الجرعه دي؟ لا ما اخترتش صح. الحاجه الثالثه، هل في متابعه طبيه للي بيحصل مع الحالات دي؟ لا ما فيش متابعه طبيه. فطبعا طبعا في حاجتين حاصلين، يا اما الماده الفعاله بتتاخد في المراكز الطبيه، يا اما بقى ظهر من بقى المنجرو دي حاجات صيني وحاجات غريبه جدا موجوده سوق سودا في الصيدليات. تقدري تتكلمي يا جماعه في منجرو واصله لارقام خرافيه، يعني 30 و35 الف جنيه في الشهر، وعليها اقبال فظيع لانه الموضوع بالنسبه للناس حلم نفسهم يحققوه، واللي بيتروج ليه ان هو بديل اللي هي عمليات التكميم وعمليات تحويل المسار وكذا. طبعا. فاه طبعا انا ممكن اتعرض لغش تجاري في الحفظ بتاع الابر دي. خلي بالك الابر دي لازم تتحط في درجه حراره معينه، لازم حفظها وهي جايه من البلاد بقى الاوروبيه او الدول العربيه تبقى في درجه حراره معينه، فطبعا اول ما طريقه الحفظ تبقى مش سليمه بتبوظ الابره. انا دافعه طبعا الوفات في حاجه انا مش ضامنه جودتها ولا ضامنه سلامتها على صحتي. يبقى الغش اتجاهين، يا اما انا رحت للمركز وحقن لي وانا مش عارفه هو حقن لي ايه اساسا ولا تركيز ايه، يا اما الابره اصلا للاسف الشديد بتبقى مغشوشه. دكتورة نيلي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. وده ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، واللي حاليا بيحتفل بنجاح مسلسله الجديد عمر افندي، واللي متصدر الترند على السوشيال ميديا من وقت عرضه، وكل ما حلقة تنزل الجمهور بيتفاعل معاها بشكل كبير جدا. والفترة دي منتشر جدا على السوشيال ميديا جملة اتقالت ضمن حلقات عمر افندي، دي حاجة 13 خالص، واللي استعانت بيها صفحة ليفربول وكتبتها على صورة لفوز محمد صلاح في مباراته الأخيرة. مسلسل عمر افندي بطولة رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع وغيرهم من النجوم، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة. أحمد حاتم دايما مميز في اختيار أدوار ومتنوع في أعماله بين رومانسي وأكشن وكوميدي، عشان كده بيتابعوا 4,300,000 متابع، وهو عامل فولو ل 1468، ونشر لحد دلوقتي اكتر من 600 صوره وفيديو. اكونت احمد حاتم زي اي فنان بيهتم انه ينشر كل اعماله الفنيه وكواليس من تصويرها، وهنلاقي انه نشر اكتر من 200 صوره لاعماله وبوسترز لافلامه. ومن اهم البوستس على اكونت الانستجرام نشرها صورته على غلاف مجله انجما، ولقينا انه بيحب ينشر من فتره للتانيه فوتو سيشن ونشر اكتر من 100 صوره ليه. من الانستجرام روح للتيك توك، بيتابع احمد حاتم 1,900,000 متابع وحقق اكتر من 3 مليون لايك على التيك توك. وبكده نكون وصلنا لنهايه السوشيال لاب. ما
من أكتر الموضوعات اللي بتشغل الأهالي على السوشيال ميديا مع بداية دخول الدراسة هي المشاكل الخاصة بالأطفال اللي عندهم طبعاً صعوبات في التعلم أو حالات تأخر الكلام، وخصوصاً لو كانوا الأطفال دول داخلين المدرسة لأول مرة. هنا بيكون عند الأهالي مليون سؤال في دماغهم وحاجات كتيرة جداً بيكونوا عايزين يعرفوها عشان يقدروا يساعدوا أولادهم إن هم يكونوا قادرين يتعاملوا بشكل طبيعي مع التعليم. عشان كده هيكون معانا النهاردة في الاستوديو شاهندة أبو الحمال، صاحبة بيج جرو وندر. ازيك؟ ازيك يا ريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. وانا كمان جدا جدا. اول حاجه دايما هسالك عليها هو ازاي جات لك فكره جرو وندر؟ طيب مبدئيا انا شهند ابو الحمايل، انا ام لطفلين، عز الدين هو بطل حكايتي كلها، وعمر طبعا اخوه الصغير وكده. واكشولي الموضوع كله ابتدى، انا مش بتاعت السوشيال ميديا خالص كنت بقول لك تماما، بس كان دايما كنت محطوطه في حته ان عشان انا اوبن قوي قدام الناس ان انا عندي ابني عنده كيس وكده، فالناس كانت بتيجي تسالني دايما شاهد اروح فين، طب اعمل ايه، طب اروح لعند السنتر ده ولا السنتر ده، اروح لانهي دكتور. فابتديت اقول طيب واي نوت ان انا اشارك رحلتي مع الناس وفي نفس الوقت اقدر اساعد اكبر عدد ممكن اقدر اساعده، سبيشلي ان كل التركيز دلوقتي على السنترز وكده، مش هي انا عايزه اكتر اوصل هارت تو هارت مع البيرنتس، من القلب للقلب، من القلب للقلب. فابتدينا البيج وعندنا افكار كتيره قوي نحاول نساعد بيها الاهالي، وعايزين نغير حاجات كتيره قوي. يعني ابتدينا نتكلم مع ناس ثانيه انه احنا طب ازاي نقدر نغير نظره المجتمع، نظره الاهالي لبعض، بنسميها تنمر بس ممكن تبقى نابعه من جهل البيرنتس عامه او الاهالي نفسها. وساعات كمان بيبقى في غير التنمر اللي هو كانه شفقة وده بيحصل كتير جدا، وناس كتير جدا جولنا هنا في الاستوديو قالوا لنا ان ده كمان برضو غلط، بيضايق من الناس اللي حواليهم، يعني بيضايق الاهل وبيضايق الطفل، والطفل بيبقى حاسس مهما كان الطفل صغير بيبقى حاسس ان هو مختلف. الفكره ازاي ان احنا ندمجه في المجتمع اندماج صحيح، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. واكتشولي ده اللي كل اللي معايا ابتدوا يساعدوني على دوت، انكلودنج اهلي انكلودنج جوزي طبعا، لانه لازم حسينا ده جدا. يعني انا مريت بتجارب مع اهالي تانية، كنت انا بحس بده منهم وكلام اتقالي ما كانش لطيف، زوجي برضو حصل له نفس الكلام، فقلنا لا احنا لازم نعمل حاجه تبقى نغير بيها اللي موجود دلوقتي. ومن هنا جت جرو وندر. طيب سؤال يمكن يكون غريب شويه، انه هو زمان كان في فعلا صعوبات تعلم والناس ما كانوش بياخدوا بالهم منها، ولا دي حاجه ابتدت تظهر يعني بشده في الفتره او السنين اللي فاتت؟ هو الاضطراب according to researches يعني اللي موجوده بره من 1960 ابتدوا يكتشفوا ان في حاجه مختلفه، واكتشفوه في الكبار قبل الصغيرين. بس بتطور التكنولوجي، بتطور العلم، بتطور العلم الطبي للمخ، ابتدى الناس تلاقيه ان هو الاعداد عماله تزيد. كان ممكن يبقى موجود من زمان، بس الجينز كمان بتتغير، الجينات كلها بتتغير، بيحصل ميوتيشن. في ناس بتقول انه بسبب الكوفيد ممكن يبقى هو ده كان السبب، في ناس بتقول بسبب التكنولوجي. لحد دلوقتي ما فيش ديفينيتيف انسر ليها، هو ليه بيجي منين، هي انون. الاضطرابات ديت اضطرابات في الجهاز النمائي في المخ، فهو ما فيش حاجه نقدر نقول هو ده سببها ان الاعداد بتزيد. بس من خبرتك تقدري تقولي هل في اطفال بيتولدوا كده؟ يعني فكره انه احنا بنسيب ولادنا كتير قدام الشاشه وقدام البلاي ستيشن وقدام الموبايل، ده مش شرط يكون هو اللي بيعمل كده، بيساعد ان هي تظهر اسرع، بيساعد ان هو الطفل ينطوي على نفسه اكتر، بيساعد انه ممكن ما يقدرش يبقى عارف يتكلم، ما يبقاش عارف يعرف يتكلم مع حد، او يبقى في انتراكشن ما بينه وبين طفل تاني. بره بيقولوا لا، احنا الاورجنايزيشنز اللي بره بتتكلم انه لا، لحد 3 سنين ما فيش تلفزيون، ما فيش موبايل، ما فيش اي حاجه. وبعدين من 3 لـ5 لا احنا بندينا نص ساعه في الاسبوع. طبعا ده ما بيحصلش طبعا، فبحكم بقى الناس الاهالي بتشتغل، بحكم ان بيبقى مذاكر مع اطفال اكبر، بقى في حاجات كتير قوي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل. انا مش بقول ان احنا هينفع نقلل كله، طبعا اللي بتعرف تعمل كده تبقى هي بطله، يعني تو بي اونست هي بطله. دي سوبر وومن. يعني انا حاولت كتير بس بحاول اقلل على قد ما اقدر. تفتكري المدة اللي المفروض تكون في اليوم قد ايه تقريبا؟ بصي، اللي اتقال لي من الاخصائيين بتوع عز ان هو ماكسيمم 20 دقيقة، ماكسيمم تتقسم بقى زي ما هي تتقسم.
بس برضو بتبقى غصب عن الواحد ان هو ممكن تطول. يعني انا مش ببقى عايزه اجي على الامهات قوي، لان ديفينتلي في اوقات كتير قوي دكاتره يقول لك لا انت ام انت المفروض تعملي، بس ما هو الام دي عندها حاجات تانية بتعملها وفي نفس الوقت عايزه تخلي بالها منه. فيعني انا بحاول على قد ما اقدر استيك ليها، بس ديفينتلي ممكن ما تحصلش. في اي سن ممكن نقول ان الطفل ده متاخر في الكلام؟ بداية يعني من سن كام تقريبا؟ بصي الدراسات بتقول ان احنا من 12 ل 18 شهر بيبتدي الطفل يقول، عنده حصيلة 50 كلمة اوكي، وعنده ان هو يقدر يكون جملة من يكون جملة من كلمتين اوكي. من سنتين لسنة لثلاث سنين او ثلاث سنين ونص احنا بنتكلم في جملة من ثلاث كلمات، وعندنا حصيلة اكبر في المعلومات، عندنا ادراك اوسع. انا شايفه، وان ده اللي اتقال لي كمان من السنترز لما عملنا الريسيرش بتاعنا، لا انه لازم من بدري قوي لو في حته وقعنا نجري بسرعه على السنتر، ممكن تبقى حاجه بسيطه ونعدلها ونعدي الموضوع خالص. وفي اوقات لا احنا محتاجين شغل اكتر، لان اهم حاجه التدخل مبكر، اهم حاجه قبل سن 3 سنين. لو لحقنا الطفل، ان انا ابني لحقناه واحنا هو عنده سنه ونص. ده برافو جدا. هي بصراحه طبعا يعني فرقت جامد قوي. الجدود اكتر حاجه هم اللي لاحظوا، يعني يعني جدته من عندي وناحيه مامتي وجدته الناحيه الثانيه، هم دول قالوا لا في حاجه، ابتدوا الحقوا اجروا. هم دول اللي دايما بياخدوا بالهم من كل حاجه، كل حاجه في الدنيا. عندهم كده عارفه يعني، تحسي ان هو عندهم مجلد. بالظبط بالظبط، معروف فيه ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. طبعا انا وهو كان اول بيبي بالنسبه لي، فانا صعب ايه ده، انا ماشي حاضر نجري حاضر. ودي حقيقه ابتدينا، وده اللي خلى كمان من ضمن حاجات عايزه اتكلم معاكي فيها الحضانه مثلا. انا لقيت الجده قالت لي كده، وابتدينا نشوف طب هندور، طب هنعمل، كان الكلام ده بعد الكوفيد على طول. لما دخلنا الحضانه راحت جايبيني في ميتنج مره وقالت لي هند احنا محتاجين عايز يروح سنتر ضروري، عايزين اسسمنت. بس دي حضانه هايله. في ريد فلاج اترفع، في حاجه غلط لازم نلحقها بسرعه. انا بالظبط اخدت مني 10 دقائق، انا بعيط وصرخ وخضه وكده، بس يعني اخدتها بسرعه. لا طب هي قولوا لي هعمل ايه. غير كده بقى في اهالي تانية وانا بشوفها وكنت بتكلم معاهم، لا انا ابني ما فيهوش حاجه، هو الحضانه مش عايز تعمل شغل عليكم. في حضانات يعني بتستسهل وكده، بس في حضانات تانية عايزه مصلحه الطفل طبعا. عايزه تقول لما تقول لك ان الطفل في ريسك عليه او على الاطفال اللي جنبه يطلع على الكرسي ينط من الشباك وات ايفر، لازم معاه شادو تيتشر، لازم نبقى موجودين. لازم لازم نجيب شادو تيتشر فاهمه، مش حد الام هي اللي تروح تقعد معاه في الفصل، او نجيب بنت خالته ولا بنت عمته تيجي تقعد معاه في الفصل. لا يعني لازم حد يبقى فاهم يوعيه ويعرف يديفلوب الحته دي فيه. فدي اللي انا اكتر حاجه اقول لك، الدينايل بتاع الامهات ده مرعب. يعني هم انت بتحسي ان الام ممكن تكون حاسه ان ابنها متاخر، ومن كتر ما هي مش عايزه تصدق بيبقى في حاله انكار. بالظبط بالظبط. وده اكتر حاجه تاخر التدخل المبكر. والتدخل المبكر الذكي يعني اول حاجه بيقولوها، اهم حاجه التدخل المبكر. طب تقولي ايه للامهات دول؟ يعني الام اللي عندها حاله انكار تطمنيها ازاي؟ بصي هو في كذا سبب الانكار من اللي انا شفته. اول حاجه انا خايفه انها مش هقدر. اقدر اقول لك ان ربنا خلقنا كستات نقدر نشيل كتير كمان. ربنا ادانا القدره على الحمل والولاده، نقدر نشيل اي حاجه. صح. فدي حاجه. الحاجه الثالثه تقبل المجتمع. الام اكتر حاجه بتخاف منها تقبل المجتمع. لا انا ابني ما فيهوش حاجه اوكي، بسبب ان هل اصحابه والاهل هيقولوا ايه وهيعملوا ايه. ما تديش فرصه لاي حد، ولا يفرق معاكي اي حد. اذا كان دلوقتي اصلا وهم قاعدين في الفصل بيبقوا قاعدين كلهم في فصل عادي، يعني مش مثلا في فصل مختلف مثلا الناس المتاخره في الكلام شويه عن الناس اللي مش متاخره، لا هو كله بيبقى قاعد مع بعضه، بيبقى فيه تقريبا مدرسه بتبقى مع الطفل الشادو تيتشر اللي هي بتكون مختصه بان هي تاخد بالها عليه اكتر جوه الفصل. صح كده بالظبط كده. ده هي حتى كمان تسمى دلوقتي بالانتجريشن تيتشر. ليه؟ لان احنا عايزين ندمجه مع المجتمع. بالزبط. انا مش عايزاه يبقى هي لازقه فيه وخلاص، انا ازاي ادمجه مع المجتمع، ودي اهم حاجه. وهنا بقى انا اقدر اطلب منك ان احنا نتكلم بشكل اوضح، ان في مدارس كتير قوي ما بتقبلش الانتجريشن تيتشر في المدارس. فبالتالي عدد المدارس اللي بتقبل، لان هي مدرسه بتكون من بره المدرسه. من بره المدرسه وما بتقبلش كيسز كمان. ده حاجه انا احبها، ان هو ما بيقبلوش كيسز يعني خالص. يعني ممكن مدرسه ما تقبلش ان هي تدخل طفل متاخر في الكلام جوه الفصل بتاع الناس اللي مش متاخره. بالظبط كده.
فبالتالي عدد المدارس اللي بتقبل قليل، فبالتالي الاهالي نفسها تقعد تقول لك طب وانا لا انا مش هقول حاجه وهخليه هم يكتشفوا في المدرسه وخلاص. طب احنا كده عملنا ايه؟ انا مش عايزاه كرسي قاعد، ده حاله الانكار اللي انت بتقولي عليها بالظبط كده. مش عايزه اقعده في كرسي في الفصل وخلاص، انا عايزه اطلع منه اللي هو يعرف يعمله، اطلع منه المواهب المدفونه اللي فيه. فازاي اقدر اعمل ده في مدرسه هو قاعد فيها وخلاص ما بياخدش السبورت المظبوط اللي المفروض المدرسه تديهوله؟ لازم ده لازم نبتدي مدارس وحضانات تقبل وجود الشو تيتشر وتقبل الاطفال دي. طبعا ده نفسي فيه بصراحه كلنا والله نفسي جدا. طيب ايه الفرق بين تاخر كلام وصعوبات التعلم؟ طيب. وازاي الام تفرق بينهم؟ بصي صعوبات التعلم، اولا انا احب بس اقول لك انا مهندس كمبيوتر، ده ما فيش اي علاقه خالص، ما فيش اي علاقه خالص. بس الفكره كلها ان انا درست كتير قوي بسبب عز وفهمت اكتر يعني ايه صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هو اضطراب نمائي اوكي، بيحصل بسبب انه في منطقه معينه في المخ اوكي اللي فيها الادراك، هي دي اللي بيبقى فيها مشكله. صعوبات التعلم بتبقى اكتر ان هو مش عارف يقرا كويس، مش عارف يكتب كويس، ما بيبقاش سببه ان الاي كيو قليل خالص. في منهم الاي كيو بتاعهم قليل، وفي منهم الاي كيو بتاعهم عالي، وفي منهم المودريت، وفي منهم بيبقوا حاجات الاي كيو بتاعهم بيكون واطي فيها، وحاجات تانية بيبقى سوبر عن الباقي. بالظبط كده. اوكي. بس ما بنعممش حته ان هو الاي كيو بتاعهم عالي دول اذكياء جدا، لا هي برضو دي جينات الله اعلم تبقى فيها ايه، بس هي اصلا تيست الاي كيو بيظلمهم. ان تيست الاي كيو بيبقى اكتر على الكتابه والقرايه والكتابه، هم اصلا مش عارفين يقروا ولا يكتبوا. فدي صعوبات التعلم. التاخر في الكلام ان هو مش قادر يكمل، مش قادر يتكلم، بس هو فاهم كله، فاهم عارف يقرا وعارف يكتب وعارف يعمل الكلام ده كله، بس هو مش قادر يطلع الكلام من جواه. عندك الناحيه الثانيه بيغلطوا دايما، بيختلطوا دايما ما بين صعوبات التعلم والاي دي اتش دي. الاي دي اتش دي لا ده نقص في الانتباه وفرط حركه. بالظبط. الفكره كلها ان هو عارف ومجمع وعارف كل اللي انت بتقوليه كله، بس هو مش قادر يقعد، يعني هو خلاص هو بيتنطط وعايز يتحرك وعايز كده. الحاجه اللي هو بيحبها قوي هيركز فيها 100%، اذر ذان ذات هو في حته ثانيه. يعني انا واحده من الناس، انا شخصت اي دي اتش دي على عمر قد ايه بقى؟ 33 سنه. انت قاعده وحلوه وهاديه وجميله، عشان انا مشكله بالظبط كده. لا 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 عايزه تقومي تنططي براحتك. لا 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 هي الفكره كلها ان هو الايدياز بتمشي في المخ بسرعه جدا. هو انا بعرف اقرا اللي قدامي اسرع من ان هو بيقوله. خلاص انت بتتكلمي معايا، انا عرفت انت هتقولي ايه الجمله اللي وراها، فانا مخي سابق بالظبط الكلام اللي بيطلع من اللي قدامي. هي دي الفكره كلها، ان انت ازاي تقدري تاهلي ابنك او بنتك ان هو يعرف يتحكم في الاضطراب اللي عنده. هي دي فكره التاهيل، مفيش كيور، مفيش علاج خالص. الفكره كلها انه يعرف يتاهل بالاضطراب اللي عنده، نعرف ازاي نمنوفر حواليه يعني. شايفه ازاي المدرسه ممكن تساعد في تاخر كلام او صعوبات التعلم، غير موضوع طبعا الشادو تيتشر ان هم يقبلوا اي اولا انت قلتي ان اي مدرسه تقبل اصلا ان يبقى في طفل في فصل طبيعي جدا وعادي جدا وهو متاخر في الكلام. بالظبط. تاني حاجه ان هو يقبل بالشادو تيتشر ان هي تكون موجوده مع الطفل المتاخر في الكلام. بالظبط. ايه كمان؟ طيب انا هقول لك على تجربتي انا شخصيا. انا المدرسه اللي عز فيها بعد 6 مدارس اترفض فيهم، بس يعني هي دي المدرسه اللي كده، انا كانت اكتر حاجه عجباني فيهم ان هم بيطلعوا السكيلز المدفونه في عز. ايه الموهبه بتاعته؟ الموهبه بتاعته في الماث، هديله ماث زياده. الموهبه بتاعته في المزيكا، هديله مزيكا زياده. طب ايه الحاجات اللي هو مش بيحبها؟ لا هاخد المزيكا وادخلها جوه الماده دي، فهيعرف يستقبل الماده دي اسرع. ازاي ان انا اخلي المنهج لايق عليه؟ يعني لايق عليه ان هو ايه، زي ما كنت بقول لك دلوقتي، ممكن مثلا هو بيحب الحيوانات بس هو مش فاهم مثلا الساينس، ازاي من الساينس من الحيوانات ادخل الساينس في الموضوع وهكذا. دلوقتي بقى كمان في اوبشن في المدارس، مدارس قليله قوي اللي في مصر تتعدى على ايد الصوابع الواحده، يعني اللي عندهم حاجه اسمها نيورو دايفرستي يونت. او يعني نيورو دايفرستي يونت دي اللي هي يونت جوه المدرسه، مكان جوه المدرسه بيبقى عندهم اخصائيين بييجوا المدرسه بيدوا للولد السيشنز جوه المدرسه. في المنطقه اللي هو بيحس فيها ان هو مرتاح وحواليه اصحابه اللي يعرفهم والوشوش اللي هو متعود عليها. بالظبط كده. وازاي يقدروا ياخدوا المنهج ده ويحوروه فهو قاعد بيلعب في المنطقه اللي هو بيحبها، فيقدر يستقبل المعلومه اسرع. المدرسه كمان دورها مهم جدا في حاجه مهمه قوي، ازاي اعلم الاطفال اللي حواليه يتقبلوه.
ويتعاملوا معي طبعا. بالظبط. ازاي يعني ما فيش حته لا هو ده غريب انا مش هتكلم معاه، ده مش عارفه ايه، ده ما بيتكلمش، ده ما بيعملش، ده بيزق. لازم الاطفال تبقى فاهمه من سن صغير قوي ان كلنا مختلفين، في العصبي وفي الهادي وفي اللي بيتكلم وفي ما بيتكلمش، بغض النظر عن الليبل او الليبل اللي بيتحط اللي هو ان عنده اي دي اتش دي عنده كذا، لانه دلوقتي كمان ما بقتش ناس تقول مش معترفه الاطباء بحته الليبلنج. لا هو المشكله اللي عنده هنحلها ايا كان هي ايه. بس ده اللي اقدر اقوله لك المدارس تقدر تساعد فيه وتساعد الامهات بقى. طيب هل في اماكن ممكن تساعد الامهات نفسهم ان هم ازاي يتعاملوا مع المواقف اللي زي دي، او ان هم ازاي يعرفوا يتعاملوا مع اولادهم اصلا؟ الاخصائيين اللي موجودين في السنترز بيساعد كتيره، في سنترز كتيره بتدي كورسز للامهات، في كورسز بتتعمل اونلاين الامهات تقدر تستقبل ايه، الدكتور النفسي اللي بتتابع معاه الام برضه بيقدر يقول لها هتعملي ايه لو عمل كذا هتتردي عليه ازاي، الكلام ده كله. اكتر حد انا استفدت منه طبعا غير الدكتوره، لان احنا كده كده ما بتشوفيش الدكتور كتير يعني، هو اكتر بتشوفي السنتر هو دوت اللي احنا بنتكلم معاه كتير. لا اعملي كذا، لا المشكله عندك في البوتي تريننج دي مثلا، دي حاجه صعبه جدا انت بتعملي لهم بوتي تريننج، يقدروا ازاي ان انت يساعدوكي، طب اعملي كذا، طب حطي الريورد كذا، تحطي له كراكرز معاكي، الحاجات دي كلها. ففي سيشنز كتيره قوي اونلاين نقدر نستفيد بيها. الام ازاي بتقدر تقيس مدى الطفل حصل على تاهيل مناسب او ان في تقدم في حالته؟ صدقي الطفل. صدقي الطفل. انا لسه كنت عامله ايه السؤال اللي الام تساله للطفل عشان تصدقه؟ لا صدقي تطوره، انت بتريكوردي التطور بتاعه. تطور مثلا هو كان بيقول كلمتين ودلوقتي بقى يقول 4 كلمات، ولا كان كلمتين وثابت على كلمتين مده طويله. طب ثابت على كلمتين هبتدي ارجع للسنتر، طب هو ثابت ليه؟ طب هو مرتاح وهو دخول السنتر ولا لا؟ عارفه من اول باب من اول دخله السنتر لو هو ابتدى يعيط ويعمل لا نعرف في مشكله جوه، يبقى هو مش متقبل حد. الطفل اهم حاجه بالنسبه له ان الاخصائي اللي شغال معاه او الدكتور اللي شغال معاه هو متقبله، لو مش متقبله خلاص انتهى. خلاص. فانا حتى مسمياه عندي عز، مسمياه الرادار بتاعي، هو انا ببقى عارفه لو هو مش معجب بحد او مش حاسس ما فيش الكليك دي حصلت، لا نو واي هيعرف يطلع منه نتيجه. علاقتك بابنك قربت زياده. صح؟ جدا جدا يعني جدا، هو عايز اقول لك هو بيبقى حاسس بيا جدا. وانت كمان؟ ده اساسي. ده ببقى عارفه يعني، مثلا اروح اقول لدكتور، مثلا رحت كذا دكتور، اكلم مامتي ده مثلا دايما اقول لها، مامتي طبيبه، فاقول لها ماما بصي انا مش مقتنعه بالكلام، حاسه ان في حاجه مش انت صدقي نفسك، انت ام، انت جواكي الرادار بتاعك. صح. اللي يقول ده صح ولا ده غلط. فروح لدكتور تاني. انا عايزه اقول لك ان عايزه اصلا اتشخص غلط او مس دايجنوز زي ما بيقولوا، عايزه كان متشخص توحد واي دي اتش دي والحاجتين مش عنده. لا دلوقتي اي دي اتش ما اقدرش اقول ان هو مش عنده، لسه عند سن ال7 سنين نقدر نقول عنده. لا التوحد مكتسب. ليه؟ لان عنده مشكله في ودانه، هو مش سامعنا لمده 5 سنين، هو مش سامعنا، فبعمليه صغيره ابتدى يسمع وابتدى يتكلم وابتدى يعني، ففي هو بحر. هو هتروحي الدكتور مخ واعصاب ولا هتروحي الدكتور سمعيات ولا هتروحي الدكتور نفساني، الموضوع كبير. فده اللي احنا بنحاول نساعد بيه الامهات بان هم يطلعوا ويحكوا حكاياتهم. والامهات ما ينفعش تخاف، ما ينفعش تقولي، ما تخافيش تقولي ابن الكيس. عايز اقول لك الامهات ما بتقولش وهم داخلين يقدموا في المدرسه ان ابنها كيس، ودي كارثه. طبعا دي كارثه. المدرسه هتعرف ازاي تساعد ابنك. وحتى لو هي بتقبل او ما بتقبلش، بس يعني ايا كان لازم تقولي ولازم تفتخري بيه. لا في ايا كان، سواء طبعا. بقى هو شاطر قوي في المدرسه مش شاطر، لازم تفتخري بابنك باي طريقه من الطرق. في كلمه كده دايما كوت بتقول different is good، دي الجمله اللي احنا فعلا عايزين نقولها لكل الاطفال في المدارس. أيوة. وكل الامهات علشان توجه اولادها كمان في البيت. أيوة. انه الاختلاف حلو جدا. يعني عايزه اقول لك انه مثلا هقول لك على حاجه، احنا في حد نعرفه بيرسونلي يعني كان برضو متشخص في وهو صغير جدا، ممكن شاطر خالص في المدرسه خالص والله لو السماء اتطبقت على الارض، بس هو ذكي جدا وموهوب في حاجه واحده، المزيكا. هو دلوقتي ما شاء الله عليه يعني، مش قادر اقول لك يعني، خلص الكونسرفتوار ودخل وعدى، فملهاش اي علاقه. هو هيلاقي، انت الفكره بقى ان الام تلاقي السكيل والموهبة الخاصة بالطفل ده وتنميها. صح. بره خارج نطاق المدرسة او داخل نطاق المدرسة. مظبوط. طيب بعيدا عن التأخر في الكلام، الامهات
الولادهم لسه اول مره هيدخلوا المدرسه السنه دي، اول سنه ليهم، تنصحيهم بايه؟ الله يكون في عونكم، ده اول حاجه. ربنا معاكم. ايوه رفعتين شكر الاول. ايوه هي الفكره ان انت ازاي تتصاحبي على الامهات اللي معاه في الفصل. يعني دي اهم حاجه، لان الامهات اللي معاه في الفصل هتعرف تخلي ولادها يتقبلوا الحته دي. يعني انا مثلا انا اول ما دخلت المدرسه رحت على الواتساب جروب لطيف كده، قلت لهم بصوا يا جماعه انا ابني كذا كذا كذا، وانا من قبل ما يزق حد فيهم انا بقول لكم انا اسفه، بس يعني ايه لو في اي حاجه بلغوني وكده. وابتدينا نتصاحب مع بعض، الحمد لله كان ربنا رزقني بمجموعه متفهمه. غيري مش يعني اقول لك ايه، ربنا ما ادهوش الهبه ديت او الجفت ديت بصراحه. فانا نصيحتي ليهم ان انتوا حاولوا ان انتوا تبقوا دايما فخورين باولادكم، ادوهم كل الاتنشن انتوا محتاجينه. بعد المدرسه بلاش بقى سنترز وكده، خلي سنترز في الويك اند يخرجوا كتير عشان ما يبقاش فيه زي لود عليهم، ضغوط على الطفل. بالظبط كده. يعني انا بودي ابني 4 ايام مدرسه ويومين في الاسبوع السنتر. حلو قوي. والتمارين بقى، هي التمارين هتطلع طاقه، بالذات للناس اللي عندها اي دي اتش طبعا، فرط حركه طلع طاقه بقى مش طبيعيه. وعمر بن الخطاب قال ايه؟ السباحه والرمايه وركوب الخيل. بليف ات اور نوت، احسن حاجتين للاطفال ديت السباحه وركوب الخيل. والرمايه كمان. يعني يا ريت بس هم يركزوا بس. شاهندة انت بجد نورتيني النهارده، وانا انبسطت بيكي قوي النهارده معايا في الاستوديو في ترانز. وربنا معاكي ويقويكي ويخلي لك ولادك يا رب. ربنا يخليك. ودايما تبقي فخوره بيهم، واكيد هم كمان فخورين بيكي جدا. ربنا يخليك يا ريم، ثانك يو سو ماتش. ميرسي. نورتيني. وانا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.